طابور طويل من السيارات المدنية والشاحنات الثقيلة المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية في المقدمة تبطئ الحركة. نحاول الآن الوصول إلى أحد القرى الجبلية هنا في منطقة أمزميز، لكن الطريق جد وعرة وهناك صف طويل من السيارات التي تنتظر الوصول إلى تلك المنطقة. ازدحام واضح والسلطات تحاول تيسير الحركة المرورية، فالمساعدات الإنسانية قادمة من مختلف المدن المغربية. تنسق السيدة لبنى من إحدى جمعيات المجتمع المدني مع أحد أبناء المنطقة بإقليم الحوز للوصول إلى القرى التي لم تصل إليها المساعدة. بعد رحلة 4 ساعات في الطريق الوعرة الجبلية وصلنا إلى قرية تولكين والتي تضم حوالي 900 نسمة. وصلنا إلى هنا مع حلول الظلام ووجدنا معظم المباني منهارة وخيم منصوبة في الخارج تأوي النساء والأطفال، وحال هذه القرية مثل كباقي القرى المتضررة والمنكوبة. يدا بيد تسلم المساعدات وتوضع في مراكز التخزين لإعادة توزيعها على المتضررين. جبنا مساعدات عينية للساكنة المتضررة، الحمد لله كانت استجابة ديال المحسنين معنا وديال المواطنين، داك الشيء باش تمكنا أننا نجيبوا مساعدات قيمة وكبيرة لدوائر كثيرة. لحد الساعة غطينا 20 دوار وحنا مازالين مستمرين. بالنسبة في الأول كاين الإشكالية ديال الطريق، كانت صعوبات ديال الطريق، لكن الحمد لله من بعد تحلت البارح. كان المشكل ديال كان خاصهم المواد الغذائية، كان مشكل حيت الناس أغلبية ديالهم رابوا لهم الديور، واخا ما رابوش ولكن كاين تشققات، هربوا من الديور ما يقدروش يدخلوا للديور حيت الأغلبية المنازل دابا قابلة للسقوط، بقى ليها يقدر تضرب شوية تاع الشتاء ولا سميتو شي حاجة بسيطة غادي يطيحوا الديور. فصل الشتاء على الأبواب والمنطقة تشهد انخفاضا في درجة الحرارة وتساقط الثلوج، وأهم ما يحتاجونه المتضررون الآن في هذه المرحلة هي خيام دافئة وملابس شتوية. إكرام أزرق، قناة الغد، من جماعة تولكين بإقليم الحوز.